هذه القصيدة كتبتها وطرشتها حق اللي أنا كاتبها لها. كتبت لي مكتوب طرشتها لي. تدري ايش كتبت؟ ما يهذر المهذر إلا من حر السخونة. حقيقة يعني الوقت والله تستاهل يا دموعه. ليه بين لي خضوعه؟ ليه يجرح كبرياءه في رجوعه؟ يوم أنا أتمنى وصاله صد عني ويوم جافيته ولهتي يا دموعه يا دموعه. ليه بين لي خضوعه؟ ليه يجرح كبرياءه في رجوعه؟ يوم أنا أتمنى وصاله صد عني ويوم جافيته ولهتي يا دموعه. بترك الأيام تلعب في حياته، كل ذكرى تمر في باله تلوعه، واسأل الحسرات والونات عنه، لازم اللي راعني منه يروعه. علمتني دمعتي سر السعادة، يوم جربت الشقا ميزت نوعه، مثل سار الليل خايف من ظلامه ويتحرى للقمر يرجي طلوعه. علمتني دمعتي سر السعادة، يوم جربت الشقا ميزت نوعه، مثل سار الليل خايف من ظلامه ويتحرى للقمر يرجي طلوعه. يا دموعه لوني ليله بصبري، الحضيض اللي مشى قلبه بطوعه، ذكريه بلحظه من لحظات يأسي فيها ما قدر دموعي. يا دموعه خلصنا الحقيقه و لا خلها بعدين. ملت الناس من مناحي في غيرها، بس إن شاء الله وقت ثاني. حقيقة يعني مشكورين اللي حضرتوا، وأرجو أن قدمنا الشيء اللي يسوى، لكن بالأكيد أنه تبقى الشرحة على الأخوان المسؤولين في 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 قضية إكويت، لأنه قالوا لي أنه يوم مفتوح وداعينك تحضر ونبي تشاركنا في هذا اليوم، ويمكن نقعد سوا نتبادل بعض القصائد. ما كنت متصور أنها في أمسية، ولا كنت متصور أنها بتصور أو بتسجل. اللي عندي أكثر، لكن إن شاء الله يكون في وقت أحسن ونقول قصائد أخرى. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم.